آمين آمين. وبفضل الله وكرمه أن تتقربوا إلى ربكم بفضله وببركة هذه الوقفة المباركة في أدعيتكم. إذا لم يستجيب الرئيس إلى قضايا الشعب وإلى صوت الشعب الواحد ستكون كما أعلنوا اعتصامات متوالية. لن نقف إلى هذه الخطوة بل هي بداية. أن هناك أيضا في تونس من لهم تاريخ المطالبة بالحقوق من أجلنا نحن ومن أجل الجيل القادم. هي مسيرة مستقبلة. نعرفوا اللي العملية مش توا، نعرفوا اللي العملية ما تجيش معناها من الباجي قايد سبتي أكيد، لأنه لم يقدم شيئا ونحن لا نستجدي الحقوق بل نفتكها.